السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تقول لقد جاء يوم عرفة في يوم جمعة وصمت يوم الجمعة والذي هو يوم عرفة ولم أصم يوم الخميس، فهل علي إثم؟ نرجو الإثم عليك لأنك ما قصدت صومه مفردا، وإنما صمت فيه لأجل أنه يوم عرفة فقط، ولكن لو صمت معه الخميس يكون أحوط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بالصوم في حق المتنفل، فأنت متنفلة، فإذا صمت معه الخميس يكون أحوط. وإن كان قصتي لأجل عرفة، لكن كون المؤمن يتحرى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر به فأحوط أحوط. أما صومه مردا لقصد فضله هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن ذلك. لكن إذا قاله من أجل يوم أنه يوم عرفة فلا رجوع عليه، لكن لو احتاط وصام معه خميس يكون أسلم. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.